سؤال من الأخ كمال من العاصمة يقول: كثر الحديث مؤخرا عن الخلافة وهي من الإيمان ومن الطاعات، فما توجيهاتكم في هذا الشأن؟ الحمد لله، هذا سؤال كبير يحتاج إلى أكثر من مجلس، نعم لكني أقول فيه كليمة خفيفة. نعم الخلافة هو الخلافة من المطالب الشرعية، من المطالب الشرعية ومصالحها عظيمة، وهو أنها تحقق للمسلمين وحدتهم. المسلمون موحدون بعقيدتهم، بمنهجهم، نعم بدينهم، بارتباطهم بربهم، بإيمانهم بالآخرة. نعم إذا المسلمون مرتبطون، هم كالجسد الواحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الوحدة وهذا الرابط الإيماني والولاء الذي بين المسلمين، هذا يقوى وينسق وينظم ويعضد بوجود حاكم واحد للمسلمين. هذا لا يعباه مسلم، هذا أمل يعيش المسلمون عليه. هذا المسلمون اليوم لو كانوا أمة واحدة ودولهم حوالي 86 دولة، نعم 86 دولة تمثل رقعتهم الترابية ربع اليابس، ويمثل سكانهم ربع العالم، 1.7 مليار وأزيد. لو كانوا في نظام واحد متعاونين متعاضدين كلمتهم واحدة لكان لهم موقع عظيم في العالم، يؤثرون. لكنهم اليوم رغم وحدتهم الإيمانية والدينية موزعون مشتتون، بعضهم يقع تحت نفوذ الغرب وبعضهم يقع تحت نفوذ الشرق، فهذا مما يفوت عليهم كثيرا من المصالح، هذا لا يختلف فيه الناس. لكن السؤال: كيف تتحقق هذه الخلافة؟ كيف تتحقق هذه الوحدة الظاهرة بعد وجود الوحدة الباطنة؟ هل تتحقق بالدماء؟ هل بالأشلاء؟ هل بإفساد الإسلام بهذه الأمور التي تقع؟ فينفر الناس من الإسلام ويظهر لهم من خلال تصرفات بعض الناس أنه دين الدماء ودين التفرقة ودين التشريد ودين أخذ حقوق الأقليات. إذن الخلافة مطلب شرعي مرغوب فيه، نفعه عظيم. لو تحقق للمسلمين سوق واحدة، أموال المسلمين تستثمر في دولهم، الدول الغنية يعاد ويرجع بمالها إلى الدول الفقيرة، هذه كلها تتحقق بالخلافة. لكن كيف تتحقق الخلافة؟ وهذا مطلب عظيم ولكنه مستبعد في هذا العصر. ولذلك المسلمون يمكن أن يرجعوا إلى ما دونه من استغلال هذه الهيئات الموجودة كالمؤتمر الإسلامي وغيره من الهيئات التابعة له، فتقوى وتعضد وتنشط وتفعل كما يقولون، فتؤدي كثيرا من المنافع إن شاء الله للمسلمين. وحسبي هذا في هذا المقام، والله أعلم. نعم، شكرا فضيلة الشيخ.